السياسية الدكتور مكرم الرباح. دكتور مكرم، أهلا بك. الحادثة في هذا التوقيت يمكن ربما الحديث عن تداعيات حزب الله وميليشيات حزب الله تتحدث عن استخدام أسلحة مناسبة لإسقاط هذه الطائرة الإسرائيلية المسيرة، وإسرائيل تقول بأن الطائرة المسيرة لا خشية لديها من تسرب معلومات. نعم، ليس هناك من تداعيات مباشرة على هذا الحادث الأمني. النوشة الأخيرة التي حصلت على الحدود بين لبنان وفلسطين أكدت بأن هناك نوع من قواعد اشتباك جديدة، وأن الطرفان لا يريدون الخوض في معركة مفتوحة. أما عملية إسقاط الطائرة وإصرار حزب الله بأن أسقطها بأسلحة مناسبة، أي لم يستعمل أسلحة تقليدية، هو شيء أساسي، لأن في الدرجة الأولى الطرف الإسرائيلي يريد أن يراقب إن كان حزب الله يملك أسلحة دفاع جوية، هو قادر على إسقاط طائراته، وليس فقط أن حزب الله يريد الرد على عمليات الإسرائيلية في الداخل السوري عبر إسقاط طائرة حقيقية، طائرة مقاتلة وليس طائرة مسيرة. ولكن عملية الإسقاط في هذا الوقت بالذات هي عملية تدعونا إلى الاستفسار، لماذا حدث ذلك قبل يوم من إحياء مراسم عاشوراء وقيام حسن نصر الله بخطابه المعتاد؟ ولماذا يريد حزب الله أن يعيد التركيز أو يعيد الموضوع إلى الجنوب اللبناني، في حيث أن في مساء أمس تعرضت ميليشيات إيران، لا سيما الضربة الجوية على ميليشيات إيران في أبو كمال، وهناك كذلك موضوع مقتل أحد قادة حزب الله الأمنيين في الضاحية الجنوبية. كل تلك العمليات التي يقوم بها حزب الله أعتقد في آخر المطاف يريد أن يحيد النظر عن ماذا يحصل في الداخل السوري، وأن يعيد سرديته الأساسية بأنه يقاتل إسرائيل في جنوب اللبناني. طب دكتور مكرم، هنا ربما يطرح التساؤل، يعني الجانب الإسرائيلي يقلل من أهمية هذه الحادثة ويقول بأن لا مخاوف من معلومات التي قد يحصل عليها حزب الله من هذه الطائرة المسيرة. نتساءل هنا عن طبيعة ومهمة هذه الطائرة المسيرة، وما نوع المعلومات التي تحدث هنا عنها ربما الجانب الإسرائيلي؟ في آخر المطاف أن الإسرائيليون وهم فعليا هم رائدون في مجال المراقبة الجوية، فإن الطائرات المسيرة مختلفة، وأعتقد بأن هذه الطائرة التي أسقطت لا تتعدى طائرة صغيرة يقوم العدو الإسرائيلي باستعمالها لرصد الحدود، وأن العملية حصلت على الحدود مع لبنان، فهي لم تكن في عملية أمنية نوعية فوق بيروت أو فوق البقاع، وهي كانت تحوم على ارتفاع منخفض على ما أعتقد، ومن هنا إمكانية إسقاطها إن كان عبر السلاح التقليدي أو حتى عبر التشويش على أجهزتها، تؤكد بأن ليس هناك من شيء يقلق الطرف الإسرائيلي. في حال كان هناك أي نوع من السلاح الجديد، أعتقد بأن أن الطرف الإسرائيلي كان سيستعمل هذا الشيء ليقوم بنوع من طلعات جوية أو استهدافات جراحية لحزب الله، ولكن علينا أن نركز بهذه المواجهة، فإن حرب الطائرات المسيرة هو فصل جديد من المواجهة بين إيران وإسرائيل ولو كانت على أراضي لبنانية. طيب، ولكن نقطة أخرى ربما نتوقف عندها دكتور مكرم، وهو إقرار إسرائيل بشكل علني سقوط هذه الطائرة المسيرة فوق الأراضي اللبنانية، رغم أنه لم يعطي تفاصيل مفصلة في هذا الإطار، ولكنه أقر بسقوط هذه الطائرة. إقرار إسرائيل وبهذه السرعة إلى ماذا يدل؟ يدل بأن إسرائيل تريد أن تكشف حزب الله أكثر وأكثر، وتريد أن تكشف لبنان أكثر وأكثر، لتؤكد بأن حزب الله موجود ضمن جنوب الليطاني، أي المنطقة التي يشملها القرار 1701. ومن هنا أي عمليات عسكرية مستقبلية يقوم بها الطرف الإسرائيلي ستكون بحسب دكتور مكرم. شكرا جزيلا لك دكتور مكرم رباح على المشاركة معنا، عذرنا على المقاطعة، ولكن انتقل مباشرة الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي من الخرطوم لوزير الخارجية المصري.